بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اتمنى من قناة اون بعد اذن حضراتكم يعني نوهوا كده ونبهوا، بيبقى فيه دايما محاضرات تعليمية تثقيفية للمعلقين لمقدم البرامج، بلاش تبقى مكشوف، يعني بلاش يبقى انتمائك فضحك، بلاش تطلع انتمائك على الشاشة، بلاش المتابع للقناة يحس ان القناة كلها بقت يعني كلها زملكاوية. امبارح كان في مباراة ما بين طلائع الجيش والزمالك في كرة الطائرة، والله والله انا نفسي الزمالك يلعبني في النهائي. كده كده الاهلي هيكسب، يعني الاهلي هيلعب الطلائع هيكسب 3-0، الاهلي هيلعب الزمالك هيكسب 3-0، ده هاخده ورا مصنع الكراسي، ده هاخده ورا مصنع الكراسي ككوره يعني، واخد بالك. لكن انا ما اعرفش ليه معلق المباراه امبارح، طبعا المباراه امبارح في البيست اوف 3 الزمالك خسر اول ماتش 3-0، ولو خسر ماتش امبارح خلاص طلائع الجيش يوصل للنهائي عشان يلعب النادي الاهلي. معلق المباراة والله 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 الإحساس اللي وصلني إن مصر بتلعب ضد أي فريق خارجي، والفريق الخارجي ده يصل لدرجة إن هو عدو من الأعداء. يعني وليكن مثلا تتلعب الكيان الصهيوني مثلا في أي بطولة من البطولات، فكل حزق وتنطيط وفرحة وهيصة وزنبليطة مع كل نقطة لصالح الزمالك. الفريق بتاع طالع الجيش كل لما يجيب نقطة يا عيني عارف أنت اللي هو يلا 15 مع الزمالك بيتنطط ويتعفرط ويحسسك ان مصر هي اللي بتلعب ضد العدو. امبارح المدير التنفيذي للنادي الاهلي دكتور سعد الشلبي طلع بتصريح مهم جدا. هذا التصريح عمل حالة من الهيجان والحرقان لدى الولد الصحفي اياه اللي بيدعي دايما انه بيفهم في اللوائح. سعد الشلبي قال نصا، خلي بالك من الكلام عشان التلاعب بالالفاظ، قالك نفاس تذاكر الاهلي والهلال في 4 ساعات خلى الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء يطلع تقرير على شعبية الاهلي، وان النادي الاهلي اكبر نادي في العالم بيمتلك قاعدة جماهيرية في بلده. خلي بالك الكلام في بلده. طلع علينا الاخ الصحفي اللي محروق باي حاجة اسمها اهلي، يعني هو اول مرة من فترة طويلة يبعد عن كهربا ويتكلم عن الاهلي، يعني هو اي حاجه فيها كهربا عارف انت بيقيد نار فيطلع يتكلم على كهربا. النهارده راح طالع يتكلم على الاهلي وقعد يجيب بقى امثله ليفربول واي سي ميلان، المباراه الشهيره اللي خلصت في تركيا لصالح ليفربول واتقلب الحال في دوري ابطال اوروبا وخلصت التذاكر في 3 ساعات وانت بتتكلم في 4 ساعات. يا ولد يا ولد افهم افهم الكلام، يا مصيبه. الراجل بيتكلم بيقول لك الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء قال ان الاهلي اكبر نادي في العالم في موطنه، يعني التذاكر بتاعته بتخلص في موطنه بسرعه عن اي حد تاني في بلده. يعني ريال مدريد مثلا تذاكره للمباريات ممكن تاخد 5-6 ساعات مثلا، بتكلم مثلا ليفربول ممكن ياخد 5-6 ساعات مثلا، الاهلي في موطنه التذاكر خلصت في 4 ساعات. ويا عم يكفينا يكفينا الفخر ان احنا نتحط مع الاسماء دي في جمله مفيده. انت ايه اللي تعبك؟ الدور والباقي يا ولد على فرقتك اللي بتطلع حصاله يا ولد، الدور والباقي على فرقتك اللي اخر ماتش ليها كان 20 واحد بيشجعوا وال20 بيشتموا، يعني ال20 رايحين مش عشان يشجعوا، لا والله هم رايحين عشان يشتموا الفريق بتاعك. عايز اقول ان فيتوريا ناس كتير بتنتقد فيتوريا ومش عايزه تدي له حقه، لكن خليني ادي حق الفيتوريا، هو حق يعني يستحقه. بعيدا بقى عن الفنيات، انت شايف فيتوريا لسه لم يختبر براحتك، انت شايف فيتوريا لسه ما تحطش في الاختبار الحقيقي انه ما لعبش مغرب، ما لعبش سنغال، ما لعبش نيجيريا، ما لعبش الفرق الجريد ايه دي، ماشي اوكي اوكي. لكن في موقف محترم عمله فيتوريا وهو كهربا. حضرتك لو تعلم كم الضغوط اللي كانت على فيتوريا عشان ما يضمش كهربا، فيتوريا ده تعمل له تمثال. فيتوريا ده مدرب محترم، ما هوش كوبر، ما هوش كيروش، انا بتكلمش فنيات، انا بتكلم كشخصيه. الراجل كان عليه ضغوط كبيره جدا، بلاش كهربا، كهربا هيعمل فتنه، كهربا عامل مشاكل، الزمالك هيزعل، جمهور الزمالك هيزعل، الناس اللي فوق هيزعل. لا، انا مدرب، انا اللي بقول مين يجي ومين ما يجيش. ضم كهربا ولعب كهربا اول مباراه
وتسبب في حالة من الشياط لدى البعض، لكن الراجل ملوش دعوة، الراجل محدش يمشي عليه كلمة. فعشان كده بقول يعني شكرا روي فيتوريا انك اظهرت قوة الشخصية، ودي اهم حاجة واهم سمة من سمات المدير الفني لمنتخب مصر. فاكرين لما قلت لكم الحكم الفاسد صادق السلمي، وقلنا ان الحكم ده هو حكم موظف. يعني ايه موظف؟ هو بكاري جسامة تونس، هو بكاري جسامة الجديد. الناس ما صدقتش، نهاردة افريقيا كلها وتونس نفسها مشجعين توانسة بيتكلموا على صادق السلمي، وان صادق السلمي ده حكم، هو حكم المنظومة. يعني ايه حكم المنظومة؟ انت عايز مين يكسب؟ عايز الهلال يكسب؟ هاته يكسب الهلال. عايز لعيبة ما تاخدش انذارات؟ هاته. عايز اقولك ان صادق السلم ده بسببه في 2 لعيبة من الهلال كانوا مفروض ما يلعبوش الماتش بتاعنا يوم الـ السبت. مين الاتنين دول يا جماعة؟ الاول الاخ رقم 6 اللي اسمه محمد احمد، اللي هو كان المفروض يطرد من اول لحظة ما طردوش. التاني اللي هو لليبو، اهم لاعب في الهلال، اهم لاعب في الهلال على الاطلاق. انا ما بقولش كده عشان خايف، لكن غياب اي عنصر مؤثر للهلال بيصب في مصلحتي، بيسهل المسؤولية عليا. لليبو اللي وهو رايح انفراد خد الكرة بايده وهو ماشي كده ما ادهوش انذار، والانذار ده لو كان خده كان هيغيب عن المباراة بسبب تراكم الانذارات. تعال نروح لخالد الغندور. خالد الغندور بعد فوز منتخب مصر طلع يقول انه بيبقى سعيد لما منتخب مصر بيكسب، وفي ناس الناحية التانية، طبعا هنا هو قصده على جماهير الاهلي، في ناس الناحية التانية بتميل انها تقطع في اتحاد الكورة واعضاء اتحاد الكورة وبينتقدوه انتقاد لازع. انا عايز اقول بس خالد الغندور من يومين ثلاثة كان شمتان في خسارة منتخب الشباب. خالد الغندور في بطولة الشباب كان طالع شمتان في مصر ان مصر خسرت، وشمتان في اتحاد الكورة ان منتخب مصر للشباب خسر، وقال على الهوى نصا، شايفين شايفين اتحاد الكرة اللي واقف ضد الزمالك، ربنا خلص لنا حقنا من اتحاد الكرة. فانا دايما اقول لخالد الغندور لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله عار عليك ان فعلت عظيم. ما تجيش تديني مواعظ وتديني في نصايح وانت اصلا اول من بيشمت في اي حاجة في الكرة الارضية. فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. انا بس عايز اسأل خالد الغندور سؤال، انت بتصدق نفسك؟ انت لما بتروح كده البيت وبتسمع الحلقة بتاعتك انت بتصدق نفسك؟ انت بتحترم نفسك قدام عيالك؟ لان في كمية مغالطات تصل لدرجة التضليل والتدليس، معرفش معرفش ده بني ادم عايش ازاي بكمية المغالطات دي. مشجعي الزمالك جايبين صورة لطارق حامد مع احمد سيد زيزو في منتخب مصر، وقال لك لما كانوا في الزمالك الاهلي كان بيحتفل بس بعيد ميلاده وبعيد تأسيسه وبذكرى تأسيسه. انا بس عايز اقول للزملكاوية ان الاتنين دول كانوا موجودين في ماتش 5-3، زيزو وطارق حامد كانوا موجودين في ماتش 5-3، عملوا ايه؟ ولا حاجة. زيزو وطارق حامد كانوا موجودين في ماتش القاضية ممكن. زيزو وطارق حامد كانوا موجودين اخر سنتين وشاهدي عيان على الزمالك وهو بيخرج حصالة افريقيا. الاهلي احتفل بالتسعة واحتفل بالعشرة وكان لسه طارق حامد وزيزو موجودين. يبقى بلاش ضحك على الدقون. انا دايما بقولها، انتوا تستاهلوا خالد الغندور، والله العظيم انتوا تستحقوا اللي زي خالد الغندور ومجموعة الهزازين، انتوا تستاهلوها وتستحقوها. انت لما بيتضحك عليك وحد بيشتغلك انتوا بتصعب عليا، لكن في نفس الوقت انت بتأكد لي كل مرة انك تستحق هذه المجموعة، انت تستحق ان يتضحك عليك. اهلي مين اللي كان بيحتفل بذكرى تأسيسه يا ابني؟ اهلي مين اللي كل مرة عمال يحط عليك؟ ده انت بقالك 3 سنين اللي هما السنتين اللي انت كسبت فيهم دوري، والسنة دي مش عارف تكسب الاهلي، مش عارف تكسب الاهلي. يعني السنتين حتى اللي انت كسبت فيهم دوري في ماتش منهم الاهلي كان ناقصه 8 اساسي
منهم الشناوي، وكان موجود طارق حامد وموجود زيزو، ومع هذا الاهلي كسبك، ومع هذا الاهلي كسبك. فبلاش بقى تضحكوا على بعض، بلاش تضحكوا على بعض. عايز اقول الاخ الهجاص الدلدول طالع يقول ان الاهلي هيتعاقد مع مصطفى محمد كيد نسى في نادي الزمالك لا اكتر ولا اقل. ومين قالك ان مصطفى محمد جاي الاهلي؟ مين قالك ان مصطفى محمد جاي الاهلي؟ انا عندي محمد شريف احسن من مصطفى محمد. واحد يقول لي نعم، هقول لك اه والله. هو مصطفى محمد عمل ايه بره؟ عمل ايه مصطفى محمد في 41 مباراه مع نادي نانت؟ جايب 9 اجوان بس في 41 مباراه. جلطة سراي ما كانش، كان قاعد احتياطي في جلطة سراي. اوعى اوعى يغرك ان فيتوريا بيلعبوا اساسي فيبقى كده مصطفى محمد هو الدبه البنده. يعني الاهلي لم يفكر من قريب او من بعيد يا هجاص في مصطفى محمد. الاهلي لم يفكر من قريب او من بعيد في ضم مصطفى محمد عشان يكون كيد نسا او غير كيد نسا. ومن امتى الاهلي يا هجاص يا رخيص بيضم صفقات كيد نسا؟ هو الاهلي لما ضمك من الزمالك كان كيد نسا برضو؟ ها فاكر انت لما اتضميت للنادي الاهلي يا هجاص يا اراجوز؟ فاكر ولا لا؟ لما جيت بوسط الايادي لما الزمالك رماك رميه الكلاب، ها، وجيت ايه تحيلت على النادي الاهلي، كان وقتها برضو كان كيد نسا ولا كان الاهلي بيضمك عشان مصلحته وعشان انت تستحق للنادي الانضمام للنادي الاهلي؟ عايز اقول ان هناك ضربه قاضيه لنادي الزمالك في الطريق. نادي الزمالك كل سنة بيفقد لاعب أو اتنين من المفاتيح والأعمدة الأساسية. الزمالك شاء من شاء وأبى من أبى، الزمالك هيخسر زيزو. زيزو سيرحل عن نادي الزمالك بنهاية هذا الموسم وباتفاق مع إدارة نادي الزمالك لأكثر من سبب. أبرز الأسباب إن نادي الزمالك ما عندوش فلوس. أبرز الأسباب إن زيزو نفسه عايز ياخد تجربة الاحتراف خلاص. هو خلاص الولد جاب اخره، مش قادر يلعب، مش لاقي المجموعه اللي تفوقه، فيطلع يلحق نفسه ويامن مستقبله والزمالك برضه ياخد له قرشين برضه حلوين. باعتراف عمرو الدرديري رئيس المنظومه الاعلاميه سابقا في نادي الزمالك، قال لك هل يلحق زيزو بطارق؟ انا بقول لك نعم سيلحق زيزو بطارق حامد. ليه؟ لان دلوقتي نادي اتحاد جده السعودي وعن طريق الثنائي احمد حجازي وطارق حامد اتواصلوا مع احمد سيد زيزو في معسكر المنتخب الاخير وابلغوه ان نادي اتحاد جده مهتم بخدماتك وهيتم متابعتك علشان يتم ارسال عرض رسمي لنادي الزمالك لضمك في شهر 6 القادم. حافظ على نفسك، فوق، اظهر بشكل جيد، موت نفسك في الملعب، لان نادي اتحاد جده هيبعت عرض رسمي لنادي الزمالك اذا استمريت على الشكل الجيد مع نادي الزمالك. فعشان كده انا بقول لك ضربه قاضيه. ليه ضربه قاضيه؟ لان خلاص مين هيلعب في الزمالك يا جماعه؟ لما زيزو موجود الزمالك بيشيل 3 من البنك. زيزو موجود الزمالك بيشيل 3 مش عارف من فاركو. ما بالك بقى لما زيزو ما يبقاش موجود؟ يا منجي نجي، يا منجي نجي، هيبقى الزمالك راح في حس بيس. اللعيبه الحاليه في نادي الزمالك فتوح هيمشي، زيزو هيمشي، هيتبقى مين؟ متيب عبد المجيد؟ هيتبقى مصطفى شلبي؟ ده مصطفى شلبي كمان عايز يمشي. ففي حاله انهيار كبيره جدا هتبقى موجوده في نادي الزمالك. عايز اقول بالنسبه لاتحاد الكوره، يا جماعه انتوا ليه لما بتعملوا حاجه بتعملوها من منطلق السبوبه؟ في اختبار لوكلاء اللاعبين في الاتحاد المصري لكرة القدم. وكلاء اللاعبين دول ناس بتاكل عيش، يعني ما تفتكرش ان وكلاء اللاعبين كلهم تامر النحاس ونادر شوقي بياخدوا كل سنة 20-30 مليون مكاسب. لا، في وكلاء لاعبين على قدهم لسه بيشق طريقه. فمن المفترض انك بتيسر الامور عشان الناس الغلابة اللي طالعة تاكل عيش دي. اتحاد الكورة يعمل ايه بقى عشان يخلي وكالة اللاعبين على عدد معين بس؟ ما هو معلش اللي لسه طالع بيقول بسم الله الرحمن الرحيم،
هيجيب لك مين منين 100,000 جنيه اختبار رسوم الاختبار. انا واحد النهارده لسه بقول يا هادي هجيب منين 100,000 جنيه؟ هروح اشحت؟ اروح اسرق عشان اجيب لك 100,000 جنيه في نفس الوقت الاختبار ده في الاتحاد الانجليزي؟ فين؟ في الاتحاد الانجليزي اللي هم بياخدوا لوكش بكام يا باشا؟ 300 استرليني. يعني كام مصري؟ هاو ماتش؟ يعني بتتكلم في 11-12 ألف جنيه، 15,000 جنيه. 100,000 جنيه في مصر و 15,000 جنيه في انجلترا. اللي هو اصلا لما هيعمل الوكالة في انجلترا اقل حاجة هيقبضها هيقبض 10-20 ضعف اللي بياخده في مصر، لم يكن اكتر، لان اقل انتقالات هناك بالخمسة ستة مليون استرليني، فالعشرة في المية ياخدها على طول. فانا مش عارف، انا مش عارف اتحاد الكرة لمصلحة مين اللي بيعمله الاتحاد المصري لكرة القدم. خلصت اخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا. استنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليكم، سلام عليكم.